ألو، معكم ساهو. مشاهدينا صح فطوركم، ونشكركم بزاف على الرسائل اللي راكم قاعدين تبعتوها لي في الخاص في الفيسبوك، سواء الفيسبوك او الانستغرام او في الصفحه الخاصه بقناه الوطنيه. كلكم فرحانين بالبرنامج، وانا فرحانه بمشاركتكم معنا. ما تنساوش تتصلوا على الرقم الظاهر اسفل الشاشه، الرقم راه شغال من الان ان شاء الله حتى نهايه الحلقه. روحوا شوفوا هدايا اليوم ونقولوا لكم. رحله مدفوعه التكاليف الى الغرب الجزائري، تلمسان مغنية وهرًا ومستغانم لمدة 5 أيام و4 ليالي في فندق 4 نجوم. رحلة أسبوعية إلى تونس لمدة 6 أيام و5 ليالي في فندق 4 نجوم. رحلة مدفوعة التكاليف إلى تركيا في فندق 4 نجوم أو 5 نجوم لمدة 7 أو 8 أيام. رحلتين إلى تركيا مع عمرة بالنسبة للحلقة الأخيرة. كل الرحلات المقدمة تكون لشخصين، بمعنى الفائز والمرافق له، إلا العمرة تكون لفائزين اثنين، كل واحد وحده. كل هذا مع إيف توريزم. وكل هذا وأكثر مع سهيلة بلاشب وبرنامج وين ويل ساهو. نستقبل أول مكالمة لحلقة اليوم ونقول ألو. الو 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 الو، مساء الخير. نظن انه في مشكله في المكالمه الاولى، مع اني حكيت معها قبل. الو، مساء الخير. يلا نشوف مع ايمان وش المشكله، سينو نرجع نكملوا نحكوا. انا مش نسمع فيها، هما ما يسمعوا فيها. الو الو الو، مساء الخير. مساء النور، صح فطورك. الله يسلمك. الله يخليك عزيزتي. قولي لي اسمكم من وين؟ فريده من ولايه جيجل. فريده من ولايه جيجل، تحياتنا ليكي ولناسنا في الجيجل. اول مره يتصلوا بينا من جيجل. يعني الله يسلمك. الله يخليكي، من بدايه الحلقه اول مره جينا مكالمه من جيجل. كيفاش الجاري؟ احكي لي، واحده مره اللي فاتت قالت لي الجاري ما عباش كيفاش يديروه، لكن نعرف انه الجاري تاع جيجل صح؟ صح كاينة. ايا قولي لي كيفاش ديروه. يلا الشاطرة يلا. كيفاش ديروه؟ يفتلوه، ديروه المرقه، يطيبوه. اهي اهي، وياكلوه سخون وحار. وش وش الحاجة المتميزة يعني في الطبق هذا؟ ها؟ وش الحاجة اللي متميزة فيه؟ الحاجة اللي متميزة فيها الحار. اوه عمري، اي لاف يو، نحبك، انا نموت للحار، نموت عليه. يلا راكي واجده تلعبي معنا؟ ان شاء الله. ان شاء الله. وجينجل مع اللغز. الو اللغز الاول يقول كبشنا نطاح شق جبل وراح. يا درا كيفاه؟ كبشنا نطاح شق جبل وراح. بيو بيو بيو. شفتوا عرفتوني حنينة، غير اللي تعيط لي تقول لي عاونيني. معليش انا ضيفة اول مرة. مرحبا بك. صح، شوفيني في ليكرون، شوفيني. كيف ها؟ بيو بيو. أنا نعطيك في الإجابة على بالك. مثلا
كادو الرصاص تحلها. كيفاش؟ حاجة تاع رصاص. رصاص. برافو شاطرة ما وريت لهاش. يلا هذا سهل. كان نتبع فيك التلفزيون. هذا سهل، قال لك ابيض رفروف يشرب الماء كي الخروف. كيفاه؟ ابيض رفروف يشرب الماء كي الخروف. ابيض رفروف يشرب الماء كي الخروف. ما فهمتوش. ابيض رفروف سهل مثل معروف عندنا في الجزائر. كيفاه؟ مثل معروف عندنا في الجزائر. انا نديرو في نديرو في القصعه ونديرو لها من داك يخدموها في في البيترا. بيترا يخدموها في البيترا. العجين. العجين. برافو برافو. يلا واللغز الثالث والاخير. قال لك حرب على الطابله ناس مغلوبه. عفوا عفوا عاود وردوا لنا سؤال اخر. عنده سنان كثيره وماشي فهم انسان، شكون هذا؟ عنده سنان كثيره وماشي فهم انسان. عنده سنان كبيره مش طعم. عرفتها. برافو تحياتنا ليك يا عزيزتي. سلمينا على ناس جيجه الكامل وروحوا شوفوا الهديه تاعك ونعاود نقولوا لكم. من هنا نسعى لاختيار الأجود لكم. لوشن كاريسانس الطبيعي والمغطر للجسم. كاريسانس تستخدم تركيبة طبيعية لمزيج من الزيوت الأساسية والنباتية لتخلي الجسم ناعم وجذاب. لوشن كاريسانس الخفيف لجميع أنواع البشرة وبدون لزوجة. مجموعة لوشن كاريسانس الطبيعية بعطور استثنائية. كاريسانس كوسمتيك ناتشرال. وعاود نرجعنا لكم مشاهدينا. كانت اول مكالمه لينا من جيجه، راني فرحت بزاف. هم داوي بانو دوكا، داوي بانو كتبوا اتصالاتكم على رقم الظاهر اسفل الشاشه. مش حابه نقرا لكم الرقم خاطر لازم تدخل تليفون وتقلاله كبيره. نشوفوا اذا في مكالمه اخرى قبل ما يلا قبل ما نروحوا نشوفوا المكالمه. نوجه تحيه راين برانسي، نقول له ربي يشافيك ان شاء الله تقوم لنا بالسلامه، وتوحشناك بزاف بزاف راين برانسي. ونقول له الو 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 الو. مساء الخير. نقصي من التلفزيون، سمعيني من التليفون. الو راني نسمع فيك. مساء النور سهيله. مساء الخير، صح فطورك؟ الله يسلمك. صح فطورك انت هاني. الله يسلمك عزيزتي. اسمك من وين؟ انا نريمان من خنشلة. نريمان من خنشلة. خنشلة عفوا، تحياتنا ليكي. شويه تحياتنا للشوية الحرار. يا عمري وانا نموت عليك، ربي يخليك ان شاء الله. قولي لي كيفاش راه الجو عندكم؟ انا عليكم ومتابعينك من بزاف. اي لاف يو صحيتي. ها هم وين ديروا لهم الموسيقى تاع الحب؟ ها هم اللي صح ديروا لي موسيقى تاع الحب. تخلوني نعبر، الناس اللي يحبوني. حبيبتي عيشك. اي لاف يو حبيبتي. ونحب ناس خنشلة كامل. نموت عليكم يا الشوية. يلا عزيزي. الله يخليك ان شاء الله. مرحبا بك. وقولي لي نبداو نلعبوا؟ تفضلي. يلا ونكملوا مع اللغز. اللغز اللي بعده وش يقول يا درا؟ قال لك حرب على طابله ناس مغلوبه وناس غالبه. حرب على طابله ناس مغلوبه وناس غالبه. صح سمعيني من التليفون ونقص التلفزيون. معليش. قال لك حرب على طابلة ناس مغلوبة وناس غالبة. معليش راني بعتها التلفزيون. يا درا مانيش نسمع فيك برك، ممكن تعاودي من فضلك. حرب على طابله ناس مغلوبه وناس غالبه. معليش عطيني شويه نعاونك. راكي تشوفي فيا في التلفزيون بصح كوني منقصه لاتيلي. اش شوفي، كاينه واحد الطابله يجو فيها كاريات بلون ونوار، نوار اي بلون.
وفيها واحد العفايس هكا ويلعبوا فيهم هكا نوض الحرب. ما عرفتيهاش؟ دينينو. تشبه لها تشبه لها. دينينو زاما زاما. راكي راكي قريبة راكي قريبة نورمالمون بصح معليش نقولوا هي خلاص قال لك المخرج هي محتقال هي هيا خلاص مبروك عليك هذيك هي الشطرنج. يلا نشوفوا السؤال اللي بعده. ماشي أستاذ بصح يعلم يحكي معاك بلا ما يتكلم. ماشي أستاذ بصح يعلم. ماشي أستاذ بصح يعلم يحكي معاك بلا ما يتكلم. يحكي معاك بلا ما يتكلم. ياس ماشي أستاذ بالصح سهل دقيقة أنا بس تلحقني شوية راه طاير برك معليش نحيلي دقيقة لخاطر راكي تشوفي فلا راكي تسمعي فيا من لا تيلي كون تسمعيني من التليفون وتشوفيني فلا تيلي تلحق كتاب كتاب برافو كتاب إجابة صحيحة قالها لغز تعيشي أنثى عفيفة إذا غاب السلطان هي خليفة إذا أنثى عفيفة إذا غاب السلطان هي الخليفة يا درا إذا غاب السلطان هي الخليفة هي اللي تخلف إذا غاب السلطان هي الخليفة مش المرأة؟ الأنثى ولا المرأة؟ لا أنثى؟ يقول لك هي حضر الماء؟ حجر التيمم أوكي جابتها حجر التيمم صح؟ قالتها برافو برافو عليك يا عزيزتي تحياتنا ليكي سلمي كامل على أهلك ونقول لك صحة صحوك الله يخليك روح وشوف الكادو تاعك ورجعنا لكم مشاهدينا نذكر مشاهدينا بالرقم الظاهر اسفل الشاشه حتى انا راهو عندي اسفل الشاشه 0542 31 47 50 0542 31 47 50 وان شاء الله يا ربي يوفرونا ارقام اخرى باش تكون كاين مكالمات يعني كوبيو منا نكونوا ديجا حاكمين مكالمه في جهه اخرى هكا كما نقولوا يكون في عندنا فرصه كبيره باش يكونوا عندنا مشتركين وفائزين اكثر. ايضا نوجه تحيه لحلويات جميل لانهم سبونسور يعني داعم لبرنامج وين ويتساه وتحيتنا ليهم ولا جيون اللي راهم عازميننا ان شاء الله بعد يومين الافطار ان شاء الله انا والفريق العمل. يلا نروح نستقبل مكالمه اخرى نقولوا الو. السلام عليكم. الو الو الو. عليكم السلام سهو. وعليكم السلام ورحمه الله صح فطورك. الله يسلمك تحفظتي ثاني. الله يسلمك عزيزتي قولي لي اسمك من وين؟ مريم من صطيف. مريم من صطيف تحياتنا ليكي مريومة والناس صطيف. وليكي ثاني نحبك بزاف. يا عمري وانا نموت عليك يا عمري الله يخليكي ليا ان شاء الله. ان شاء الله. يلا قولي لي اليوم شدرتي فطور؟ درنا فطور درنا جوز زيتون درنا شوربة فريك درنا طاجين حلو وبوريك. الله يبارك برافو بنتي شاطره الله يخليك عزيزتي. يلا عزيزتي نقصي شويه التلفزيون هكا باش تكون المكالمه صافيه. صاي نقصت صحيتي ويلا نكملوا مع اللغز صح. يلا قال لك كيف وكيف مطارق في بير غارق. كيف وكيف مطارق في بير غارق يا درا انا ما عرفتوش سنارة. صبري نشوف صبري يعني انا ما عنديش الاجابه. عنده يدين بزاف. عنده يدين بزاف
عاوني شوية ساهة. شوفي في ليكرون. شوفي في ليكرون هاهو. الأخطبوط. الأخطبوط. برافو. يلا نزيدو شوفوا اللي بعدهم. يجري وما يتحرك. طريق. شوفوا إيمان صح؟ صح قلت لك. برافو عليك عزيزتي. والله لا راكي شاطرة. هذه نعطولها كادو شباب هذه، تهلاو فيها. يلا بقى لك لغز واحد. أصابع خمسة بصح ماشي يد. هما صبع. ليغو. برافو. هذه ماكلة طاجين حلو في الجود. يا عمري انت ربي يخليك ان شاء الله كل مكالمة تفوت معنا هكا. وش رايك وش رايك وش تختاري كادو؟ جيون. يلا جهاز كهرومنزلي من جيون، تحياتنا لك يا عزيزتي، ونتمنى ان شاء الله كل المكالمات تكون كما هكا يعني. سين جيم يلا سقسي جاوب، احضر يحضر، حاضر ناظر بالنواظر كما يقولوا. نذكر المشاهدين انه الحلقه مازالت متواصله معنا، كتبوا اتصالاتكم على رقم الظاهر اسفل الشاشه، مازالوا كان لي كادو بزاف. وايضا فكرت حاجه، المكالمة تاع البارح اللي أثرت فينا كامل، كنا كامل راح نبكوا. اتصل بيا صاحب وكالة أب توريزم، نوجه له تحية خاصة ونقول له صاحب طرق وشكرا على دعمك لبرنامج وين يساهو، وقال لك عندي هدية مني ليك، نتمنى أنه إيمان حساني دوك تتواصل معها إذا قدرت، أو تشوف كيفاش تكونتاكتيها من جهة واحدة أخرى، وتبعتها أنه أيضا فوق الهدية اللي كسبتها معنا عندها رحلة ليها ولوليدها إن شاء الله ولزوجها بإذن الله. وشكرا لأف توريزم يعني متبع معنا الحلقات، والسبونسرز كامل متبعين معنا الحلقات، راهم قاعدين يعملوا مجهود باش يفرحوا كامل المشاهدين إن شاء الله، نكونوا عند حسن ظنكم. ونشوفوا مع إيمان إذا في مكالمة. مازال قدكم، مازال إيمان. إيمان البارح كانت فرحانة بزاف. مختار مختار تحياتنا ليك يا مختار. يلا خلونا عندي تاني ميساج وش يقول هذا الميساج. ثواني يلا أظن أنه الميساج راهو هنايا. يلا نعيمة شلبي وبنتها سعيدة وأمينة، تحياتنا ليكم، نقول لكم رمضان كريم وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالخير والبركة يا رب. وشكرا لمتابعتكم لبرنامج من ويساهو، نتمنى ان شاء الله تبقوا معنا ديما وتشاركوا معنا. هكا طارق اكراضي عليا. صاي ميرسي بوكو. وايضا ما ننساوش نوجه تحيه للمحتقات اللي ما جابش الزلابيه اليوم. ملي يدخل هو يشالي بالزلابيه. يلا ونقولوا الو. الو 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 انا اماني من بومرداس. الو 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 انا اماني من بومرداس. المكالمه مش قاعده نسمع فيها، سمعت انه في اماني من بومرداس بصح مش قاعده نسمع فيها. اماني بومرداس. اهلا وسهلا بك اماني. الله يسلمك. صحه فطورك. الله يسلمك انت زاده. الله يسلمك. شو ناس بومرداس. الله يسلمك. لاباس عليكم. نحبك بشرك يا عمري، وين نموت عليك. نقصي تلفزيون نقصي. نقصي تجي نقصي كامل. مالا راكي دايره سبيكر، راكي فاتحه لو بارلور صح؟ لا. يا عمري مش مشكل، بركه كي نسمع في صوتي ممكن المكالمه تكون مشوشه شوي، لكن مش مشكل، فرحانه بزاف بالمكالمه تاعك. اوكي. الله يخليك يا عزيزتي، سلمي لي على داركم بزاف، نروحوا نلعبوا. نلعبوا في الملك صح؟ يلا نبداو ونكملوا مع اللغز. نعم. قاعد متربع جايع ما يشبع. قاعد متربع جايع ما يشبع. يا درا وش هو؟ قاعد متربع جايع ما يشبع. تعاوني مش يساهل. حتى انا ما عرفتوش صراحه. اسمع نخمم تقولي لي صح؟ قاعد متربع. حتى كي عطاو لي الاجابه ما فهمتش اصلا واش معناته، وش قصدوا به بالضبط يعني. قاعد متربع جاي ما يشبع.
ايمان ايمان معليش سقسيك قدام الناس بصح نسقسيك بصح الناس يسمعوني ما من انتي المتصله غير قعدي سمعيني يقصدوا به شميني اوليني ساهر نقدروا نقولوا عليه شميني شميني الاجابه جاوبي قولي شميني من الاخر انا عطيتك الاجابه وصلت انا عطيتك الاجابه باسكو صح ما باللغه العربيه اختي احنا خاطينا اللغه العربيه هذيك هي شميني شميني انا وريت لك بيناتنا اماني انا وريت لا 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 لا, لا. صحيتو انا مبرأ دمتي قدام الغش يلا السؤال اللي بعده هادو الاسئله يا سعيد شوفي هذا السؤال انا تاع لا فامي كاع ما نعرفش ليكي هذا السؤال خديجه شكون هذه خديجه الله اعلم المهم عندها اربع بنات انا واش دخلني في عندها اربعه خمسه المهم ما يهمني عندها اربع بنات صحيتي ولكل واحده من بناتها اخ كم عدد ابناء خديجه كل واحد منها اخ سبعه عندها اربعه وكل واحد منهم عندها اربعه شحال قلتي خمسه شحال؟ خمسة خمسة جابتها بس حصبروا دقيقة دقيقة على بالك تلفهالي أنا خاطيني المواضيع تاع لا فامي كاع خاطية أوت يلا بقى لك سؤال واحد الرياضيات يما وشحال ما نعرفهاش روحي برك راني خمامة والله يا أماني غير راني خمامة معاك قال لك ثلاثة أرقام التي ليس فيها صفر الثلاثة أرقام التي ليس فيها صفر تعطي نفس النتيجة نفسها سواء تمت إضافتها أو مضاعفتها شغل زعما شد مدة أحمد ثلاث أرقام التي فيها صفر نفس النتيجة سواء تمت إضافتها سعيد سعيد أسئلة هذه تاع المركبة هذه غير ما كان لها الله يخليك راني أنا مش لاقية راسي واحد زيدي هما ثلاث أرقام واحد جوج ثلاثة أند تروا يلا عزيزتي ألف مبروك ليكي يا حبيبتي أماني وتحياتنا ليك والناس بومرداس نروحو نشوفو الهدية تاعك ونعاودو نولو هاي ألو معكم ساهو بعد 12 سنة من الغياب يعود سيرك عمار حتى يطل على كل الجزائريين في رمضان الكريم مجموعة من الهدايا مقدمة من سيرك عمار لكم أنتم مشاهدينا وحتى نذكركم سيرك عمار راه فاتح أبواب لكم كل سهرة في السابلات سيرك عمار للفرحة عنوان هيك أماني كانت الهدية تاعك مع سيرك عمار روح نطلع فاصل ونرجع لك رمضان الرحمة والمنة وطريق المؤمن للجنة من أرض الجزائر الخضراء فيض القرآن مع السنة فيض القرآن مع السنة صحة صيامكم توحشناكم طولنا عليكم معليش يلا قال في كل تاخيره خير ان شاء الله نستقبل العديد من المكالمات وتربحوا معنا اكثر واكثر ما عليكم الا انكم تتصلوا على رقم الظاهر اسفل الشاشه وشوفوا مع ايمان اذا في مكالمه يلا منقولوا الو مساء الخير الو مين
صباح النور، لاباسك يا مليحه؟ لاباس الحمد لله، وانت ياكي مليحه صافا؟ الحمد لله لاباس، اقضي عليك الخير. يا عمري الله يخليك حبيبتي، اعطيني اسمك ومن وين؟ فتيحه من ميلا. فتيحه من ميلا، تحياتنا ليكي والاخوانا في ميلا، الله يخليكي. يعيشك، رانا نحبوك بزاف. يا عمري، وانا تاني نحبهم نموت عليهم. الله يعيشك، كي منوره شاسه. يا عمري بنورك، الله يخليكي ويخسي تعيشي. والله نفرح كي نشوفكم هكا، شغل تتواصلوا معايا انا شخصيا، يعني شغل تحبوني انا. الله يعني يعطيها الصحة القناة اللي وصلتنا نحكي معاك، كل شكر ليها. والله وانا تاني نشكر القناة. انا من المجد باش نتواصلوا معاك ونعبروا على مشاعرنا تجاهك. يا عمري حشمتو، نحبك والله غير نحبك. هاي تعناقة كبيرة. الله يخليك يا عزيزتي. نكونوا من الرابحين. اه؟ ان شاء الله نكونوا من الرابحين. اكيد راح تكوني من الرابحين باذن الله. حتى وما ربحناش ما فهمناش، المهم حكينا معاك. يا عمري الله يخليكي. هي محبتك ودراستك. يا عمري الله يخليكي. يلا وش رايك مع قالوناس زمان؟ هكا امثله تاع بكري؟ مع نجرب حظي. يلا ان شاء الله نجربوا حظنا مع بعض وجينجل مع قالوناس زمان. الله. الو؟ وش راهم يقولوا ناس زمان؟ قال لك الزعاف يخرج، وش يخرج الزعاف يا درا؟ الزعاف وش يخرج؟ الو الو الو. نعمني معاك طويلة. الله ينعم عليك. الزعاف وش يخرج؟ كي تكوني انت زعما عندك صاحبتك وتحكي معاها ومن بعد تزعفوا من بعضاكم بزاف، وش تروح تدير هي؟ يعني اغلب الناس للاسف يديروها. اني نسمع فيك ونتفرج فيك. اي نقصي مالا من التلفزيون، سمعيني غير من التليفون. لا لا نتفرج غير من التليفون، التلفزيون نقصت له نشوف برك الاشاره تاعك. يا عمري شوفي باش نعاونك اكثر واكثر. اها دوكا معظم الناس كي يزعفوا من بعضهم يروحوا يخرجوا بعضهم، يعبروا هي وش يقولوا؟ ها يخرجوا الهم ولا هكا. اه حاجه ما يعجبناش الحال كي يخرجوها، شغل نهضر لك حاجه وتروحي تخرجيها، وش معناتها خرجتي؟ السر. 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 الزعاف يخرج السر. برافو عليكي. يلا يا عمري نشوفوا السؤال اللي بعده ان شاء الله. نمشي واذا عييت نرتاح والمكتوب عليا يجي، ولو كان ولو كان ما عرفتوش. معليش ولو كان شويه صح. شوفيني ولو كان نطير. لو كان كيفاش ما فهمت؟ اشرحي لي شويه سهيله. شوفي نمشي واذا عييت نرتاح والمكتوب عليا يجي، لو كان مطيره. ايه كملي بلا الحمامه وش عندها؟ كيفاش ل ل ل هي جنحينه. ايه لو كان نطير كملي جنحينه. ايه هما الجنحين بصح كاينه كلمه قبلها بلا بلا مطير بالجنحينه. لا لا نحيهم ماشي بيهم بلا بيهم. عبل جنحينه بلا جناح. برافو برافو. يلا بقالك سؤال ثالث والاخير. لي قرصات واللفعه يخاف لي قرصات اللفعة منين يخاف؟ اللفعة لمن تشبهك تشوفيها من بعيد؟ كيفاش؟ عاوديلي سهيلة عاوديلي. قال لك اللي قرصات اللفعة يخاف ما فهمت صح. هذوك نقول لك
لا لا ايمانها كان بعدها، لا لا باش نمشيو نقربوا احنا. لا لا شتي معظم البيوت الجزائريه نديروا في البالكون تاعنا واحد العرسه هكا ونعلقوا فيه الحوايج. وشنو هذاك؟ حبل. الحبل. يخاف من الحبل. برافو عليك يا عزيزتي، نورتينا يا عزيزتي. نشوفوا مع ايمان الكادو تاعك ونقولوا لكم. هذا البرنامج سيقدم برعاية جيوم إلكترونيك. وعاودنا رجعنا لكم مشاهدينا من بعد ما خلصنا المكالمة مع صديقتنا. نحب نعاون الكل لكن يفضل أنكم أنتم اللي تجاوبوا على الأسئلة هكا باش يكون كاين شوية سسبنس في الحلقة. خلاص لازمني هذه المرة ما نعاونش، ما نقدرش نقول ما نعاونش وبعد ما نقتش. المهم تحياتنا لحلويات جميل، نقول لهم شكرا لدعمكم لبرنامج وين ويتساهو اف توريزم طاووس جيون و كاريسونس ايضا و اش ام سبا ستور اتش اند ام سبا ستور وايضا بازيكوس يعني بازيكوس ميتيك تاني. نقول لهم ثانك يو سو ماتش على تقديمكم العديد من الهدايا لمشتركين الهدايا اليوميه عفوا لمشتركين برنامج وين ويتساهو. كيف اتصالاتكم على رقم الظهر اسفل الشاشه. حبيت ندوموندي حاجه من ماما هكا قدام الناس، هي المحنشه ماما تاع البارحه عجبتني بصح، راني حابه ناكل الحلوى تاع تراكه هذيك ديروا لها البيستاج ما على باليش. الا ديريها لي زعما الا حبيتي نحطها لكم في ستوري، وايضا حابه نحط لكم في ستوري انستغرام تاع ايمان حساني، تابعوها ومتابعتكم ليها راح تفرحني اكثر واكثر لانها تستاهل كل الدعم، واللي هي سكريبت هي اللي هي تجيري في كل شيء. البارح كانت معي في البلات ونورتنا. وتحياتنا للميك اب ارتست نايله ميك اب سيسترز، وايضا لاكوافوز ناريمان ايضا تحياتنا ليها. وتحياتنا رايان فرانس المسؤول على الاطلالات تاع سهيله بلشها بطيله هذا الشهر الفضيل، وان شاء الله في اعمال اخرى نلتقي اكيد ونقول له ربي يشافيك. وايضا سيلينا جاتسيت هي اللي لبستني الدريس هذا كاجوال، اليوم اطلالتي كاجوال حتى الشوز من عندها، فنوجه لها تحيه خاصه وكبيره مني ليها. ولا سيان ديفال اللي البارح لبستني ذاك الكراك واللي دار حاله على الميديا. سو نروح نشوفوا مع ايمان اذا في مكالمه. يلا ايمان تقول لي كاينه مكالمه بصح دوك ندوزوها لك، انا قاعدين نستناو حنايا. يلا يا ايمان. الو 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 مساء الخير. مساء النور. صح فطورك عزيزتي. الله يسلمك. الله يخليك عزيزتي. اسمك من وين؟ امال من ولايه تلمسان. امان اماني ولا امال؟ امال. امال من ولايه تلمسان، تحياتنا ليكي يا اموله. الله يسلمك. رمضان كريم ان شاء الله ينعاد عليك وعلى اهلك بالخير والصحه يا رب. امين يا ربي. امين يا رب. نكملوا نلعبوا مع بعض. يلا مع قالوا ناس زمان ونشوفوا. قال لك راح لبلاد نسا يا درا. راح لبلاد نسا جاب وش جاب؟ راح لبلاد نسا جاب. ايه وش جاب؟ والله ما عرفته. راح لبلاد نسا جاب بنتي وش راكي؟ ما عرفتش نمثلها، ما عرفتش حبيت نعملك مي ما عرفتش. انا كي نكبر شرح نولي او نسى كي يكبروا كاع واش يولوا؟ تولي شبانية كبيرة عجوز. فوالا هذه هي. واش جاب؟ جاب عجوز. جاب عجوز. برافو امولة. يلا نشوفوا المثل اللي بعده. الفم ماضي شغل يهدر اكثر ما يبذل جهد كيما نقولوا. الفم ماضي. الفم ماضي. ايه الفم ماضي. ايه ويتكلم. لا 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 شو زعما يهدر غير بالفم بصح في الصح ما يدير والو.
الفم ماضي والجهد. والله الفم ماضي. عطوا عملنا سيري شوية هكا 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 تشوفيني قريبة هكا. وال جو والجوف وشنو ول؟ والجوف خاوي راكي قريبة بصح ماشي خاوي. الجوف فاضي. خلي كلمة فاضي نركزوا مع هذه. واحد يبذل مجهود. الفم ماضي وكلمة فاضي خلي عليها خاصتنا كلمة واحدة نصحوها. ولسان فاضي؟ لا 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 لا. الله يسفر وجهك إن شاء الله. بورت مالور. واحد يبذل مجهود المجهود. والضرب؟ لا لا. اخي قارديتي كلمة فاضي. والجهد فاضي. والجهد فاضي. برافو برافو. ما وريت لهاش انا. ما وريت لهاش كامل. يلا بقالها بقالك سؤال واحد. قالك سبق الميم. قالك سبق الميم. عاودي والله ما سمعتك. سبق الميم. سبق الميم. وكاين ولايات يقولوا لها حفظ الميم. ايه حفظ الميم تحفظك. هذه هي. برافو برافو. تحياتي لك يا عزيزتي والناس تلمسان. اموله فرحت بزاف بالمكالمه تاعك. نقولك صحه سحورك. روحوا شوفوا الكادو تاعك ونقولوا من هنا نسعى لاختيار الاجود لكم. لوشن كاريسانس الطبيعي والمغطر للجسم. كاريسانس تستخدم تركيبة طبيعية لمزيج من الزيوت الأساسية والنباتية لتخلي الجسم ناعم وجذاب. لوشن كاريسانس الخفيف لجميع أنواع البشرة وبدون لزوجة. مجموعة لوشن كاريسانس الطبيعية بعطور استثنائية. كاريسانس كوزميتيك. وعاودنا رجعنا لكم مشاهدينا. مبروك عليك يا كاريسانس. صراحة قلت لكم أني جربتها شخصيا. مازال ما جربتش الكريم تاعها. هذه سييتها تاع الوجه. نهار لي سييتها نايله قالت لي وجهك وبزاف هايل. ما على باليش يعني لمن تصلح لاي وجه. مي انا انسانه من صراحه ما على باليش يعني نديرو صاي. قالوا في الوجه درت في الوجه. وكاينه تقول لك الشوفو ساك اللي شعرها جاف. فمبروك عليك يا عزيزتي. فقط استعملي هذه المنتجات باش نهار العيد تطلعي عليهم بطله باهيه يحسدوكي بنت الجيران. الله الله. بنات كتبوا اتصالاتكم على رقم الظاهر اسفل الشاشه. ايضا بازيكوس مقدم لكم هدايا عديده. فقط خليكم اوفياء لبرنامج وين ويتساهوا. ومازال الخير قدام. مازالوا الايامات تاع رمضان ما شاء الله طويله طويله طويله. ان شاء الله راح نربحوا فيها بزاف هدايا. نلعبوا بزاف مع بعض ونتونسوا مع بعض وتحلى السهرات الرمضانيه بمكالماتكم اللي كما نقولوا تثلج القلب وتفرح القلب. يلا نشوفوا مع ايمان اذا في مكالمه. كاين قلنا كاين ايمان. الو 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 الو. يا مساء الخير. مساء النور. صح فطورك. الله يسلمك. زادة. الله يسلمك عزيزتي. قولي لي اسمك. اسمي نقص التلفزيون. سمعيني من التليفون. ان شاء الله تصوموا بالصحه والعافيه. ان شاء الله يا رب. نقصتي التلفزيون. نقصوا له كامل هكا باش المكالمه تكون صافيه ونلعبوا مليح. واه صاي نقصنا. يلا عزيزتي ان شاء الله انت تاني تصوميه بالصحه والهنا ان شاء الله يا رب. وربي يتقبل منه ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. امين ان شاء الله. قولي لي اسمك ومن وين. اسمي سوريا ومن ولايه تيارت. سوريا من ولايه تيارت. تحياتنا لكم لاهلنا في تيارت. مرحبا بكم عزيزتي. الله يخليك. لا قداش راكم تفطروا؟ طولوا انتم علينا شويه. نفطروا على 7 وقريب و20.
هما ثاني قبلنا، علاش احنا يا ديو اليوم فطرنا 7:19 دقيقه، احنا قبلكم بزوج دقائق. موتوا عندك انت مسخر. يلا نبداو نلعبوا مع بعض. يلا وعلى بركه الله. بسم الله ونشوفوا اللغز. عفوا مش اللغز، قالوا ناس زمان. الهضره خاويه ترجع جبال سهول، كملي الباقي. الهضره الخاويه ترجع جبال سهول والصحراء والصحراء هاوية. لا هي صحراء واسعة ما شاء الله، صحرتنا واسعة ما شاء الله. لا قاوية، لا ضاوية، لا هاوية، لا صحراء بستان والصحراء شغل ينوض لها شجار. خضرة عامرة ضاوية قالتهم كاع، غير الكلمة اللي راني نستنى فيها. قلت لك بستان ما سمعتيني، قلت لك تنوض الشجر. حو على وزن سهول. حو سهول خضراء. لا قال لك الهضرة الخاوية ترجع جبال سهول والصحراء سهول خضراء والصحراء. لا زيد حرف الحاء، فيها حرف الحاء. حو سقول. هي ملك البدية. هي فاينالي. والسؤال السؤال اللي بعده، يلا اللي عملته في رجال. استنى حقول جبتيها الحقول. سمعيني من التليفون، سمعوني من التليفون. يلا السؤال اللي بعده، قال لك اللي عملته في رجال استناه، واللي عملته في نساء. صبروا انا شويه عندي. لا ماشي هذيك. اللي عملته في رجال استناه، واللي عملته في نساء. باش يروح من بالك مستحيل. وشنو؟ ما تنساه. صحيتي تيا باينه بلي في صفنا معانا مع رضوى الشربيني، ماشي مع ياسمين عز. في عشنا سهله، يقول لك انتيا في عشنا و في عشنا ورشنا. الله ما فتقوليها على بي عرفتيها. برافو عليك يا عزيزتي. نعطيها كادو. انا واش نختار لها كادو؟ نختار لها مع جيون. قلها الف مبروك ليك يا عزيزتي الهديه تاعك مع جيون. نقول لك صح صحورك وفرحت بزاف بالمكالمه تاعك. تحياتنا ليك ولاخواننا في تيارت. يا روح انت، شفتوا المثل الاخير عرفته بالخف. وصلنا نهايه الحلقه. نو مانيش خارجه. ها مازالوا يعيطوا. وصلنا لنهاية الحلقة. الله غالب الوقت فاتنا، إن شاء الله الغدوة نستقبل مكالماتكم. شفت اليوم كي تخلوا الوقت شوية هكا ما تعيطوش، نقعد أنا نهدر هكاك. المفروض أنكم تكونوا شطرتوا واتصلتوا على رقم الظهر أسفل الشاشة. نلتقي غدا إن شاء الله نلعبوا أكثر مع بعض. دمتم وصحة سحوركم وباي باي. معكم ساهو.